وغلا، كيف الحال؟ مرحب بكم على قناتي هديل فهمي. فيديو اليوم فيديو مميز، وهو عبارة عن زي من الأجزاء الليبية اللي تلبس نسويه في ليبيا في المناسبات السعيدة، اسمه العبروك. هو أصلا من جنوب ليبيا، ولكن انتشر ارتداءه في شرق وغرب ليبيا، حتى هو مع اختلاف بسيط بين كل منطقة ومنطقة تميزها عن الأخرى. سارة وشدوى وني قدرنا نحصل لبسة العبروك بألوان الحديثة، مش بالألوان التقليدية اللي عادة تكون أحمر وأسود. مش هنطول عليكم، يلا بينا نشوفوا كيف نلبس لبسة العبروك على طريق أهل جنوب ليبيا. أول قطعة عندنا هي القرن، عبارة عن خيوط من اللانة مصفورة ومرشوق فيها قطع من الفضة نقولوا لها الصوالح. نلبس القرن زي الشعر المستعار ويتثبت بالخلال في اللفافة بعد ما تلتف على الرأس. بعدين عندنا القطوف ويقولوا له أيضا التارة، وهذا عقد اللبة المطلي بالفضة، وعندنا الخراصات والأساور أو الدبلج، ونلبسه مع زي العبروق خواتم من الفضة تكون كبيرة الحجم. وقطع من القطع المميزة لهذه اللبسة هي المقاويد، والكريات اللي في نهايتها نسموها العنابر، وتنحط زي الشنقيل على جانبي الرأس. وهذا العقد الجميل الملون نقول له الحصن، ونشوفه هنا القصة أو الرباطي، وترتبط على الجبهة وفيها قطعة من الفضة. وهذا العبروك اللي نتسمي عليه اللبسة، هو عبارة عن قطعة قماش طولها 4 أمتار. وعندنا السورية ونلبسوها تحت الردي، وزي ما نشوفوا زخرفتها بسيطة وقماشها خفيف. وهذا الملوز، وهو قطعة من القماش مخيط فيها قطعة من الفضة شكلها زي الصحون. وهذا الحزام والتثقيلة أو الردل المثقل والبلغة والسروال. بعد ما لبسنا السورية والسروال حنلبس ردين مثقل ويكون ملون ومزخرف من الطرفين ولونه سادة في النص. هناخدو طرف الردين ونحطوه على الكتف بالعرض، ونشدو نهاية الطرف فوق الكتف اليسار، ونمرر الردين تحت الذراع اليمين، ونخلو شوية من القماش يكون مرخي، ونوصله بالطرف اللي على الكتف اليسار ونثبته بخلال. بعدها ناخذ طرف الردي من التالي ونثبته بطرف الردي القدامي من جهة اليمين، وهكي تكون الجهة المطرزة الملونة على الكتاف باينة وواضحة. ناخذ نهاية الطرف الثاني من الردي ونلموه باش نديرو التنيات، ونشده في ايدي فوق راسي. ناخذ قطعة قماش عادية ونربطوها فوق الخصر ونشحطوها كويس ونعقدوها مرتين. بعدين نسحب رديلي فوق من تحت الحزام على الدور الداير من القدام والتالي، ننزل الجرجار ونعدل رديه ونشده فيه من اللوطة ومن فوق لحد ما الطول يتوحد وتتساوى تكشكيشات والجلويلات من القدام والتالي. ناخده طرف رديه من اليمين ونجيبوه لجهة اليسار، ندخلوه في الحزام من القدام، بنفكه تانية رديه من فوق ونتنوه مرة تانية باش نقصه من طول رديه من القدام، وانت بتردي من جهة الصدر بجهة الكتاف بالخلال. توا جاي وقت التحزيم، ناخدو الحزام ونتأكدو من ان زخرفة الحزام جاية من القدام وفي النص، بعدين نلفوه ونربطوه من التالي بخلال وننزلو فوقه الجرجار. من التالي ناخدو طرف الردي من اليسار وندخلو الجزء العلوي في الحزام كأننا بنديرو تانية، بعدين ناخذ الطرف اليمين وندخله في الحزام في جهة اليسار من الخلف. وتوا بنبدو في لبس حلي العبروك، وأول شيء بنلبسوه هو الملوز ونحطه على الرأس بالعرض، وبعدين الفافة وبنحطه على الرأس بالطول، ويكون الطرف الخلفي أقصر من الطرف الأمامي ويوصل لمنتصف الظهر. ناخذ الجزء القدامي من القماش ونتنوه في جهة الجبهة، ونخطو الطرف القدامي من الفافة وبنلفوه على الرأس من جهة اليمين. نستمر في لف الفافة على الرأس وتكون مشحوطة كويس وتنيتها مساوية. في آخر لفة ندخلوا نهاية العبروك في التانية من التالي ونطلعوها من تحتها وتكون نازلة على الظهر. وبعدين ناخذ القصة ونحطوها على الجبهة ونربطوها من خلف الرأس. أول قطعة من الفضة هنلبسوها هي عقد اللبة المطلية، وبعدين نلبس فوقها عقد القطوف أو التارة، وأخيرا وليس آخرا هنلبس فوقهم الحصن. وبنرجع للعبروك وناخد القرن اللي هو الضفيرة المخدومة باللانة وبنتبتوه بالفافة بخلال. ناخد المقاويد ونثبتوا كل قطعة على جانب من الرأس. نلبس الدبلج أو الأساور في كل يد، وآخر شيء بنلبسه هو خواتم الفضة.
هذه هي لبسة العبروي الليبي من جنوب ليبيا. نتمنى انكم استمتعتوا بالمشاهدة واعجبكم الفيديو. لا تنسوا تديروا اشتراك للقناة واعجاب للفيديو وتخلونا تعليق تحت شنو اللبسة الجاية اللي نجربوها. شكرا جزيلا على المشاهدة ونشوفكم قريبا.